طبعا استعدادات كبيرة جدا تمت في المجازر في محافظات مصر كلها لاستقبال الأضاحي مع الساعات الأولى من صباح أول أيام عيد الأضحى المبارك وخلال طبعا أيام العيد. تفاصيل أكتر هنعرفها مع بعض عن شروط استقبال الأضاحي واستعدادات مجزر البساتين لاستقبال الأضاحي من دكتور مصطفى رمضان مدير عام الإدارة العامة المجزر الآلي بالبساتين. صباح الخير على حضرتك، أهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. يعني حابين نعرف من حضرتك في البدايه عن اخر استعدادات في المجزر وايه اللي بيتم خلال الساعات الجايه. هو طبعا النهارده ان شاء الله بعد انتهاء الاعمال المجزريه اللي هي مخصصه بيتم طبعا عمليه النظافه وعمليه التعقيم الاعلامي وعمليه النظافه ومراجعه الميه الوارده للمجزر بحيث نبقى مستعدين لاستقبال الاضاحي والمضحيين اللي جايين. المضحي ممكن بعد الساعه 1 يجيب الاضحيه بتاعته ويسلمها للمجزر، وتاني يوم ان شاء الله بعد الصلاه بيتم فتح العنابر والقيام بعمليه الذبح واتباع المراحل المتبعه بعد كده عشان خاطر بعد مراحل الكشف اللي بتتم على الاضحيه المضحي ياخد لحمته سليمه وبحيث تكون في امن وامان. عظيم. خلال الايام دي بتستعينوا بعدد اكبر من الاطباء البيطريين، مظبوط؟ هو بالفعل في الفتره اللي فاتت اللي هي قبل اللي هي 10 ايام ذي الحجه تم الاستعانه ببعض الاطباء البيطريين عشان خاطر نواجه زياده في المذبوحات. اما بالنسبه للشغل اول ايام العيد وثلاثه ايام التشريق اطباء المجزر العدد الموجود هو اللي بيقوم بهذا العمل من اوله لاخره بحيث بنبقى متواجدين من اول يوم من بعد الصلاه لحد انتهاء الاعمال اخر عجل او اخر حيوان بيتذبح كاضحيه. طيب ايه الممنوعات يا فندم فيما يخص الاضحيه؟ احنا بالنسبه لنا الاضحيه طبعا هو المضحي هو اللي بيختارها، فطبعا بيتم طبعا بنقيها طبقا للشرع. طبعا لا يجوز للاضحيه العوراء البين العوار بتاعها او المريضه اللي بين المرض موجود فيها. طبعا ايضا طبعا لو في اضحيه غزت خروف الود بتاعته مقطوعه هذا لا يجزئ. بالنسبه برضه بالشكل العام للحيوان بحيث الصوف بتاعه بيبقى داعم. في نفس الوقت برضو المخارج الطبيعيه للحيوان كلها بدايه من الراس الفتحات الموجوده في الراس اللي هي العينين والانف والفم الافرازات فيها طبيعيه. مؤخره الحيوان لا يوجد فيها افرازات تدل على اصابه هذا الحيوان بالاسهال. طبعا الحيوان لازم يبقى في متيقظ ورافع راسه دايما موجود. بالنسبه لنا طبعا الحيوان بالنسبه للمضحي لما بيروح يختار الاضحيه بتاعته طبعا بيبقى الحيوان اساسا موجود فيه. فطبعا هو بياخد الخروف دوت يبعده عن القطيع. فاذا كان الحيوان ده حالته الصحيه كويسه بيرجع بسرعه للقطيع، اما اذا كان مريض فهتلاقي الحيوان ده في حال السكون جنب اللي ماسكه. انتوا بتذبحوا بس يا فندم؟ التطبيق لا برضه الشروط العمريه بالنسبه للاضحيه لازم بالنسبه للمضحي بيختار السن الشرعي بالنسبه من بهيمه الالعاب. بهيمه الالعاب اللي هي الابقار السن بتاعها لا يقل عن سنتين بيستدل عليه باستبدال الزوج الاول من القواطع اللي موجوده في الفك السفلي وده ايضا برضه في الجاموس. اما بالنسبه في حاسة الجبال السن الشرعي بتاعها 5 سنوات في حاله الماعز. عظيم. دكتور مصطفى ده يخص الجوانب الشرعيه اكتر. لو سمحت لي انتوا بتبقى طبعا المريض برضه يختار الاضحيه بعد ما بيختار السن بتاعها بيختار الاضحيه اللي هي مليانه باللحم بحيث ان هي تصفي وتدي معاها لحوم اكتر. في نفس الوقت برضه الفم بتاع الحيوان المفروض لا يبطيه اي بصور اللي هي نتيجه اصابه بعض الامراض اللي ممكن تعمل مشاكل بالنسبه للانسان اذا تناول هذه اللحوم. طيب دكتور مصطفى انتوا بتذبحوا وانا شايف من خلال الفيديو بتذبحوا وبتسلموا للمضاحي الاضحيه بتاعته كامله ولا متقطعه ولا ايه بالظبط؟
لا حضرتك بالنسبه المجزر بيستقبل المضحيين بالاضاحي بتاعتهم، بيوفر المكان، بيوفر الطبيب اللي بيقوم بالكشف عن هذه المذبوحات، بناء على تعليمات السيد المحافظ عدم تحصيل الرسوم المجزريه المخصصه على الحيوانات اللي هي خاصه بالمجزر. اما بالنسبه للمضحي بيجي يتفق مع الجزار على الذبح وعلى الأمر الذبيح اللي هو بيذبحها له، وبيتفق معاه هل هو هياخد الذبيحه دي منه بعد الذبح، هل هياخدها متقطعه ولا هياخدها اربع ارباع. في امكانيه هنا بالنسبه للجزارين موجودين اللي هو لو في حاله الحيوانات الكبيره الابقار والجاموس والجبال اللي هو بيقوم بتشفيتها اللي هي فصل اللحوم عن العظام ثم تقطيعها وتكيسها ويقوم بتسليمها للمضحي. في حاله الضاني والماعز، الضاني والماعز شيء طبيعي، هو لازم طبعا بيتكسر اللحم بتاعه في العظم بتاعه، فده العمل الطبيعي بالنسبه للضاني. اهم حاجه بالنسبه لدعوه الساده المضحيين بالتواجد في المجازر عشان خاطر المنظر بيكون مصدر امن وامان لكل الناس، عشان المنظر مهيئ لاعمال الذبح من لحظه دخول الحيوان لحد خروج اللحوم سليمه وصالحه بعد قيام الاطباء البيطريين الموجودين في العنابر المخصصه للذبح الكشف على هذه الذبائح. وطبعا الاهم ده من كله طبعا ازاي المضحي لو ذبح بره المنظر مش هيعرف يتخلص من المخلفات والدماء اللي ناتجه على هذه الذبيحه. احنا بالنسبه لنا هنا في المنظر الآلي للمساكين بالنسبه للمخلفات اللي ناتجه عن هذه اكيد انتوا ادرى بالتعامل معاها. يعني كل الشكر ليك دكتور مصطفى رمضان مدير عام الاداره العامه بالمجزر الآلي بالبساتين، وكل سنه حضرتك طيب.